لأول مرة يجري الحزب الجمهوري انتخابات تمهيدية لاختيار مرشحه الرئاسي، وبعكس ما كان متوقعا جاء فرانسوا فيون في المقدمة. الأحزاب لم تعد تحتكر القرار، شعبنا يريد أن يشارك في اتخاذ القرارات ويريد الانخراط في العمل السياسي. هذه الانتخابات التمهيدية نجاح باهر للشعب. الفائز فيون الذي يبلغ من العمر 62 عاما شغل منصب رئيس الوزراء في عهد الرئيس ساركوزي. ساركوزي كان يأمل في الترشح من جديد، ولكنه فشل بعكس ما كان متوقعا، وبعد النتائج أعلن أنه يريد التفرغ أكثر لحياته الخاصة وأنه سيدعم فرانسوا فيون. أما المرشح أصلا للفوز ألان جوبي فقد جاء ثانيا. جوبي الذي يبلغ من العمر 71 عاما شغل منصب رئيس الوزراء سابقا أيضا. كل ناخب مسجل في اللوائح كان يحق له المشاركة في هذه الانتخابات التمهيدية شريطة أن يوقع على وثيقة القيم الجمهورية ويدفع 2 يورو، وقد أدلى حوالي 4 ملايين شخص بأصواتهم، من بينهم كثير من الناخبين غير المحافظين. أنا من أقصى اليسار، لكنني أعرف أن اليسار لا حظوظ له في الرئاسة، ولهذا أريد أن أمنع على الأقل فوز ساركوزي والمرشح اليميني الشعبوي مارين لوبان. أنا من وسط اليسار، لكنني أعتقد أن حظوظ اليمين كبيرة للفوز بالرئاسة المقبلة، ولهذا السبب صوتت للمرشح الأكثر اعتدالاً. وسيخوض فيون وجوبي يوم السبت المقبل جولة الإعادة لحسم اسم المرشح الرئاسي باسم الحزب الجمهوري، والحسم ربما في رئيس فرنسا القادم.